مبادرة حياة كريمة اللي بتعتبر واحدة من أهم وأكبر المبادرات في تاريخ مصر الحديث. مبادرة حياة كريمة غيرت وما زالت بتغير شكل ومعالم الريف المصري بشكل كبير جدا، ولسه مستمرة في هذا الشغل وعلى كل المستويات. الحقيقة بنشوف تغييرات كبيرة جدا، حياة ملايين من البشر في أهالينا في الريف اتغيرت بشكل مختلف من وقت ما بدأت هذه المبادرة تحديدا في عام 2019، وهي بتهتم بمشاريع البنية التحتية في الريف علشان تحسن حياة أهالينا في الريف. اتعمل مدارس ومراكز صحية وعيادات طب أسرة، ودخلت منظومة الصرف الصحي في الريف الأماكن اللي ما كانش واصل فيها. كمان الحقيقة كمان اهتمت بدعم ذوي الهمم وكبار السن وكمان المرأة المعيلة. إدارة المبادرة أعلنت عن إطلاق فعالية جديدة، الفعالية دي اسمها التكية. التكية عبارة عن إيه؟ التكية عبارة عن مطبخ خيري بيتم من خلاله توزيع وجبات أكل مجانا على مدار اليوم للأسر المحتاجة والأكثر احتياجا. كل اللي علينا إن احنا نوصل لغاية مطبخ التكية وناخد الوجبة، ناخدها معانا البيت أو ناكلها في نفس المكان. الحقيقة فعاليات مبادرة التكية بدأت نشاطها بعشر محافظات، وده بس كمرحلة أولى، في أسوان، في قنا، في سوهاج، في المنيا، بني سويف، الجيزة، والغربية، كفر الشيخ، ودمياط، وكمان الشرقية. طبعا كل المجهودات دي بتتم بمساعدة متطوعين ومنسقين في المؤسسة اللي مش بيتأخروا أبدا إن هم يجهزوا ويوزعوا هذه الوجبات في القرى المستفيدة في العشر محافظات زي ما ذكرنا، واللي انطلقت بها مبادرة التكية. وزي ما قلنا برضو المستفيدين بيقدروا إن هم يتناولوا هذه الوجبات في أماكن توزيعها أو إن هم ياخدوها معاهم، وده الحقيقة مش بيتم مثلا بشكل أسبوعي ولا كده، ولكن بشكل يومي. يعني بشكل يومي ممكن إن هم يستفيدوا من ده، وبتقدم مبادرة وجبات أكل كمان بسيطة للأهالي في هذه القرى اللي احنا ذكرناهم والمحافظات اللي احنا ذكرناهم لحضراتكم. الحقيقة مبادرة ممتازة يا شيرين جدا، وإنسانية مبادرة جدا، محترمة جدا جدا، ودي حلقة من سلسلة مبادرات بتتبناها الدولة علشان تخفف عن أهلنا زي ما قلنا الأكثر احتياجا، وتوصل لكل مكان في مصر مش بس الاهتمام بالعاصمة أو القاهرة الكبرى. مبادرة حياة كريمة مبادرة محترمة جدا جدا.